نروح مع حضراتكم لموضوع اخر، هنروح لمحافظه اسكندريه واللي كان فيها امطار امبارح وثلوج وطقس متقلب، وده بالتزامن مع النوه اللي موجوده حاليا. عشان كده الاجهزه التنفيذيه وشركه الصرف الصحي رفعت حاله الطوارئ للتعامل الفوري مع اي تراكمات للمياه. نتعرف على تفاصيل الوضع دلوقتي في اسكندريه، معانا على الهاتف اللواء محمود نافع رئيس مجلس اداره شركه الصرف الصحي بالاسكندريه. صباح الخير عليك يا سياده اللواء. صباح الخير يا استاذ محمد، على حضرتك وعلى جميع الساده المشاهدين. يا اهلا بيك. نوه ايه دي يا فندم؟ عايزين نعرف اسم النوه دلوقتي وازاي استعديتوا ليها. والله اللي طبقا للتوقعات هيئه الارصاد اللي احنا بنحييهم وبنشكرهم اللي هم متابعينا على طول، يعني من يوم الاثنين مبلغينا ان في تقلبات جويه متوقعه واحتمال يبقى في سقوط امطار متوسطه وغزيره واحيانا رعديه، فاحنا رفعنا حاله الاستعداد من يوم الثلاث الصبح استعدادا لهذه النوة. بدأت بعض الأمطار الخفيفة كده في نهاية يوم الثلاث، فجر الأربع بدأت بقى أمطار يعني شديدة جدا ورعدية وصاحبة السلوك. ويعني احنا كنا كعادة النوات كلها اللي في الإسكندرية بننشر سياراتنا وبدلاتنا بالتعاون مع الأجهزة التنفيذية في المحافظة، وبنتواجد على مدار الساعة لحد ما تنتهي حالة عدم الاستقرار. يمكن احنا بننشر اكتر من 100 عربيه و40 بداله، 200 محطه بيبقوا جاهزين الساند باي، الاجهزات كلها متوقفه، كل القيادات في الشارع عشان يتعاملوا مع التقلبات الجويه. هل في شوارع بعينها غرقت بالميه يا فندم ولا لا؟ والله يا استاذه بسنت انا عايز اقول لحضرتك الحمد لله لم ما تعطلش شارع ولا مكان رئيسي في الاسكندريه بالكامل، الحمد لله. على مستوى الاسكندريه بالكامل كان الصوره قدام حضرتك، يعني الحمد لله على مدار الساعه. طبعا بيبقى ساعات في تجمعات بنتعامل معاها على طول، وما يعني ما تحصلش توقف في الشارع مثلا اكتر من خمس دقائق، هتلاقي حضرتك معظم الميه جايه على الجنب في الاتجاه بتاع الشنايش، الشنيشه بتسحب الميه والعربيه بتشتغل بتسحب اول باول، وبالتالي ما بيحصلش الحمد لله توقف في الحاله المروريه خالص. عظيم. طيب وفقا لتوقعات الارصاد، امتى من المفترض ان المحافظه ترفع حاله الطوارئ بالنسبه لموجه الطقس السيء والنوه اللي موجوده دلوقتي؟ هو حضرتك هم بلغنا النهارده ان شاء الله مستمره برضو في امطار، توقع امطار متوسطه وامطار ممكن تبقى غزيره برضو على فترات اليوم، ممكن بكره يبقى في برضو بعض التقلبات خلال فتره الليل. فاحنا مستمرين حضرتك لعند ما بنطمن خالص، وهم بيطمنونا ان الطقس هيستقر، وبالتالي بنبدا نرجع السيارات بقى والعربيات والبدلات لاماكنها. انما حضرتك احنا يعني كلنا اجهزه تنفيذيه بقياده، كان الصوره اللي حضرتك عارضها مع الوزير المحافظ متابع معانا على مدار الساعه، كل قيادات رؤساء الاحياء شركات المرافق كلنا مع بعض كده على قدر الرجل الواحد عشان لا يضار مواطن بالاسكندريه. عظيم، لان في غرفه عمليات بالتاكيد. في غرفه عمليات لشركه الصرف الصحي وغرفه عمليات المحافظه، ومنسقين مع بعض الاجهزه السلكيه من خلال برضو الاتصال بالنجده وبالمرور، وبنقاول باول عارفين اي موقف في اي حته في المحافظه. حضرتك اتكلمت عن التعاون بين حضرتك وهيئة الأرصاد، هل في تعاون تاني بين الأجهزة التنفيذية؟ أنا بقول لحضرتك كل الأجهزة التنفيذية شركات المرافق عندنا، الأحياء، شركة النهضة اللي هي مسؤولة عن النظافة، شركات شركة مديرية الطرق، كل أجهزة تنفيذية برئاسة معالي وزير المحافظ كلنا على شبكة واحدة كده لاسلكية، بنسمع بعض أول بأول وبنتعاون على طول وبنتعامل عشان يعني يبقى رفع اي اثار مترتبه على الامطار او سوء الاحوال الجويه. طيب هل في شكاوى اتقدمت لكم؟ يعني مثلا المواطنين عارفين مثلا غرفه العمليات بتاعتكم ولا بيتوجهوا على طول للمحافظه لو في حاجه؟ هو حضرتك احنا عندنا غرفه العمليات بتاعتنا 175 من التليفون الارضي او من الموبايل، والمواطنين بيكلمونا، انما حتى المواطن اللي ساعات بيبقى الشبكه مشغوله عشان يبقى في اتصالات كتير، يعني في ضغط وكده طبعا، اتصل بالنجده النجده بتبلغنا، لو اتصل بالمحافظه تبلغنا. بقول لحضرتك احنا مربوطين مع بعض، المحافظه والنجده والمرور وشركات المرافق كلها بلاسلكي، في توقيت الحدث على طول بيجي البلاغ ويتم التعامل الفوري معاه. احنا عندنا الرقم بتاعنا 175 من التليفون الارضي او التليفون الموبايل، في شركات الميه فيها 125، انما الصرف الصحي القاهره والصرف الصحي الاسكندريه 175 من التليفون الارضي او من الموبايل. طيب ده كويس. احنا دلوقتي لسه في نوة، يعني اخر نوة امتى؟ هل الارصاد برضو بتعرفكم؟ هو حضرتك احنا يعني توقع بقول لحضرتك النوة دي ان شاء الله تنتهي النهاردة او بكرة بالكثير. يعني اسمها ايه النوة دي يا ست اللواء؟ النوة دي يعني في الـ في الـ في التسجيل النوات واسمائها هي نوة الشمس الكبيرة. الشمس الاسبوع الكبيرة الاسبوع الجاي يوم 29 ان شاء الله، يعني في نوة اسمها نوة عوة، دي برضو المسميات المسماة من زمان يعني.
فاهلنا هنا دايما يقولوا بعد عوة مفيش نوة، فربنا خلاص دي اخر واحده بقى، وربنا يسهل. دي بتبقى اخر نوة، اخر نوة في الشتاء العوة دي. تمام خلاص، بعد عوة مفيش نوة. تمام حضرتك، شكرا جزيلا لحضرتك سيادة اللواء محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحي بالاسكندرية، الف شكر ليك يا فندم.